أهلا بكم مشاهدين إلى جولة جديدة في السوق لهذا اليوم، نقدمها لحضراتكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها. السودان يتوصل لاتفاق بفتح المعابر بين الخرطوم وجوبا. خطة حكومية لإنعاش القطاع الصناعي في سوريا قدرها مليار ليرة. أهلا بكم في التفاصيل. أعلن وزير الداخلية السوداني أن المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان ستفتح أمام حركة المواطنين في أكتوبر المقبل. أضاف الوزير أن العمل يجري على تأهيل 4 معابر حدودية من أصل 10 لتسهيل حركة التجارة والمواطنين. من جانبه ذكر وزير التجارة السوداني أن التفاهمات مع جوبا ستزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني أن التوصل لاتفاق مع جوبا يضاعف الإنتاج في حقول النفط، مؤكدا أن الفرق الهندسية ستعمل على الأرض في حقول نفط جنوب السودان لإعادة تأهيلها. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم المحلل الاقتصادي أبو القاسم أبو رحيم. مرحبا بك معنا سيد أبو القاسم عبر شاشة الغد. طبيعة هذه التفاهمات وإلى أي مدى تدعم اقتصاد الدولتين؟ مؤكد أن هذه التفاهمات هي خطوة للأمام تساهم في مسارين، يعني تساهم في مسار تحسين الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للبلدين، أيضا تساهم في تحسين العلاقات السياسية بين الدولتين ودعم للجهود التي تقوم بها دولة جنوب السودان لإحلال السلام، للتوفيق بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وأيضا الجبهة الثورية في مفاوضاتها مع الحكومة المدنية في السودان والمجلس السيادي. هذا الأمر يعني من السابق أنه كان هو خطأ يعني للنظام السابق بقفل المعابر الحدودية بين دولة جنوب السودان والسودان، لأنه حقيقة دولة جنوب السودان تعتمد اعتماد أساسي في على المنتجات والسلع السودانية، باعتبار أن الطرفين كانوا دولة واحدة ونفس المذاق ونفس النكهة ونفس يعني الثقافة الموجودة. وكان هذا الأمر يعني حقيقة أفقد الخزينة السودانية موارد ضخمة جدا يعني، وللأسف يعني ما يعني شجعت على تهريب السلع دون أن تكون هنالك عوائد لخزينة السودان من التبادلات التجارية بين الدولتين. كيف كان حجم التبادل التجاري سيد أبو القاسم بين الدولتين، وكيف من المتوقع أن يتأثر بهذه التفاهمات؟ قبل إغلاق الحدود كانت هنالك 179 سلعة يتم تصديرها إلى دولة جنوب السودان، وبعد أن تم إغلاق الحدود بين الطرفين انخفضت حجم السلع يعني إلى كم 20 سلعة يتم تهريبها ولا تمشي بالطرق الرسمية، وده أثر بشكل كبير جدا، لأنه احنا نتوقع أنه يعني بدأت حجم التجارة في حدود 600 إلى 700 مليون دولار خلال عام، وكانت تحقق يعني نمو متواصل يعني، ونحن نتوقع بأنه فتح الحدود بين الدولتين يؤثر على يعني حركة القطاع الإنتاجي في السودان، لأنه كثير جدا من المصانع يعني تأثرت بانخفاض الاستهلاك داخل السودان، وهذا يفتح مجال لقطاع الصناعة في السودان في أنه يعني يجد منافذ يعني للصادر، لأن المنافذ جميعا ظلت مغلقة باستثناء بعض السلع التي تصدر إلى دولة تشاد. فالآن القطاع الصناعي يعني مهيأ لأنه يستأنف نشاطه، لأنه كان هنالك مصانع كثيرة جدا يعني نصف منتجاتها تذهب إلى دولة جنوب السودان. الآن يعني هذا الأمر دفع إغلاق الحدود دفع جنوب السودان لفتح يعني مجالات تجارة مع دولة أوغندا ودولة كينيا، رغم أن الأذواق ليست واحدة، لذلك انتعشت عمليات التهريب رغم الحصار والمطاردات الشديدة لعملية التهريب. الآن هذا الأمر يعني يحسن حتى على مستوى القطاع الاقتصادي في دولة جنوب السودان، لأن هنالك يعني رجال أعمال من دولة جنوب السودان كانوا يعتمدون بشكل كبير جدا في أعمالهم يعني الاستيراد من السودان، لأنه سهولة الاستيراد وسهولة الحركة وقرب المناطق يعني الطرق معروفة وكانت تسير الحركة بشكل يعني جيد جدا. هذا الأمر نتوقع أنه يكون له انعكاسات حتى على مستوى قيمة الجنيه السوداني، ونضيف إلى ذلك يعني التعاملات. كيف يدعم قيمة العملة السودانية سيد أبو القاسم بشكل كبير يعني؟
مؤكد لأنه يعني التعامل بشكل رسمي يعني يجعل هنالك يعني إجراءات رسمية وتحويلات رسمية وفتح اعتمادات رسمية بين الطرفين، لذلك يجعل أن عائدات السودان من التجارة مع دولة الجنوب يعني تصب في البنك المركزي بشكل إجراءات رسمية، لأنه في السابق العمليات التهريب التي تتم العائدات منها لا تدخل بنك السودان المركزي، فهي كانت تغذي السوق الموازي، وده كان يعزز من انهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات العملات الأجنبية في السودان. الآن التعامل الرسمي يتيح للمصارف أن تتعامل بشكل القديم قبل إغلاق الحدود، وده بيعزز من احتياطيات بنك السودان من النقد الأجنبي، وأنا أتوقع أنه يعني تنتعش التجارة بشكل كبير جداً، وده أيضا يعزز عملية الاستقرار بين الدولتين، يعني خاصة المناطق الحدودية يعني بتحصل على امتيازات وبيحدث فيها نشاط اقتصادي، ويعني ده بيعزز الاستقرار في الحدود بين الدولتين. يعني تبقى قطاع النفط والطاقة سيد أبو القاسم، يعني أكثر من 90% من نفط جوبا يصدر عبر أنابيب تمر عبر دولة السودان. بعد هذه التفاهمات أو ضمن هذه التفاهمات، هل شمل التفاهم إطاري حول استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأنابيب؟ نعم، يعني القطاع النفطي فيه شقين، يعني السودان كان يمد دولة جنوب السودان بالمشتقات البترولية، وفي نفس الوقت يعني يتم تصدير الخام لدولة جنوب السودان عن طريق السودان. فتح واستعادة هذه العلاقة أيضا تمكن السودان من حصول على متأخرات لدى دولة جنوب السودان متعلقة، جزء منها متعلق بالاتفاقية السابقة بين الدولتين، وجزء منها متعلق بعمليات تصدير تمت خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد أنه أيضا ده يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، لأنه العائدات إيرادات للسودان تقدر بنحو 400 إلى 600 مليون دولار في العام، وهذا أيضا يعني يعزز الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها في ظل النظام السابق مع دولة جنوب السودان للتعاون الفني، وبدأت عمليات يعني وما زالت مستمرة لإعادة تشغيل الكثير جدا من الحقول في الوحدة ومربع 2 وغيرها من المربعات في سارجاس وغيرها لدخولها للخدمة، لأنه يعني زيادة الإنتاج النفطي في السودان يعني فيه خير كبير جدا وفيه فائدة للطرفين، والمستفيد الأكبر بالتأكيد هو دولة السودان، لأنه يعني ما يقارب ل 30-40% من النفط المنتج في جنوب السودان عائداته تذهب لدولة السودان، باعتبار أن القيمة لعبور النفط يعني رغم أنه تم تخفيضه في اتفاق سابق، لكن هذا أيضا يعزز من إيرادات السودان بالنقد الأجنبي التي تدخل مباشرة لبنك السودان. يعني فهذا الأمر أنا أتوقع أنه أيضا ينعكس إيجابا على دولة جنوب السودان في تحقيق السلام يعني داخل دولة جنوب السودان بين الطرفين، يعني رياك مشار وسلفاكير الذين أعلنوا خلال الزيارة بأنه يبدو تشكيل حكومة في نوفمبر القادم. أنا أتوقع أنه هذا الأمر يكون له انعكاسات على المنطقة ككل، يعني ليست جنوب السودان ودولة السودان، أيضا هنالك دول لها ارتباطات مع يدور بين الدولتين من الجانب الأمني والجانب التجاري. أشكر جزيل الشكر، وضح تفاؤل كبير جدا الفكرة. المحلل الاقتصادي عذرا للمقاطعة السيد أبو القاسم إبراهيم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر شاشة الغد من الخرطوم. وافقت الحكومة السورية على إقرار خطة إسعافية لإعادة الأعمار للوزارات عام 2019، حيث تم تحديد المشاريع المراد تنفيذها خلال العام الجاري والمبالغ المخصصة لكل مشروع، حيث تقرر تزويد وزارة الصناعة المؤسسات التابعة لها بمبلغ 1 مليار ليرة لتنفيذ عدة مشاريع من الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة. يذكر أن الحكومة خصصت مبلغ 5 مليارات و400 مليون ليرة لإنقاذ شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا من دمشق المحلل الاقتصادي شادي أحمد، مرحبا بك معنا سيد شادي عبر شاشة الغد. نتحدث عن خطة إسعافية لإعادة إعمار الوزارات، أبرز القطاعات التي ستشملها؟ طبعا بالمناسبة هذه الخطة هي الخطة الطارئة وليست الخطة الاستراتيجية، لأنه بموجب اللجنة العليا لإعادة الإعمار فقد تم تخطيط مبلغ أكبر و 50 مليار ليرة سورية من أجل إعادة أعمار منشآت القطاع العام الصناعي، ومن بر أيضا من القطاع الخاص وفق
نظام تعويضات لكن نظام تعويضات طارئ. الأكثر ما يعني تعرض للضرر خلال هذه الحرب على سوريا كان قطاع النفط حيث تجاوز الخسائر 45 مليار دولار. بعد ذلك قطاع الصناعات والمعامل كان لدينا نحن قبل الحرب 135 ألف منشأة صناعية تدمر لها معين كلي وجزئي حوالي 80 ألف منشأة صناعية. وبالتالي هذا الأمر سوف يقوم بأن المرحلة الأولى سوف يتم ترميم وتقديم الدعم للمعامل والمنشآت التي بموجبها إذا عادت إلى الإنتاج نحن نستطيع أن نستغني عن واردات خارجية مستوردات خارجية تستهدف القطاع الأجنبي في سوريا. بعد ذلك وهذا الأمر طبعا يشمل بعض المعامل في المدن الصناعية وخارج المدن الصناعية بهذا الوقت. المرحلة الثانية أيضا تقوم بالصناعات التقليدية أو الكلاسيكية في سوريا والتي طبعا معروفة هي صناعات الغزل والنسيج والقطن وغيرها تعتبر من الصناعات الهامة التي تملك سوريا فيها. لكن كما قلت لك هذا عبارة عن خطة مؤقتة، أما الخطة الأكبر فهي بإعادة تنظيم القطاع الصناعي الاقتصادي السوري بشكل كامل بحيث ينشئ رابطات. طيب سيد شادي في ظل تدهور الليرة والاضطرابات الموجودة على الأرض والوضع في الميدان، يعني قد يرى البعض أنه مجرد الخطط ليست ستكون يعني غير مؤثرة، برأيك هذه الخطط ومع الوضع في الاعتبار أنه كان هناك خطة في العام الماضي وتم رصد مبالغ وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإنعاش القطاعات الصناعية ولم نرى تأثير لها على العملة الوطنية السورية؟ نعم، دعني أولا أصحح المصطلح الاقتصادي بين تدهور العملة وبين انخفاض سعر الصرف، هناك فرق كبير جدا وجدا طبعا. ما زالت الليرة السورية حتى الآن هي الليرة القادرة على إنجاز التبادلات التجارية في سوريا. الذي حصل بأن هناك جهات خارجية وأقصد هناك أن جهات خارجية تحديدا مرتبطه بتركيا عبر عده مواقع الكترونيه وللاسف بعض رجال اعمال السوريين الموجودين داخل الاراضي السوريه الذين يقومون باعلان اسعار هذه الاسعار حول سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا حسب مزاجهم وحسب اجنده، لانه ليس المعقول بالامس تحديدا يوم الخميس كان سعر صرف الدولار 590 ليره خلال الظهيره بعد ساعتين أصبحت 22 ليرة علما أنه لم تنشأ أي تعاملات تجارية ولم تقم أي صفقات ويوم الخميس مساء ويوم الجمعة هم أيام عطلة ومع ذلك يتم التلاعب عن طريق أحد المواقع الإلكترونية الذي للأسف إلى حد قريب كان مسيطرا على تحديد سعر الصرف. إذا هناك لعبة ليس لها علاقة إطلاقا بالبعد الاقتصادي تجري بسوق الصرف السورية وعمليا هذه الأسعار التي تقوم على ذلك الموقع الإلكتروني الذي بعث للسوق أو غيره هذه اسعار استراتيجيه، بمعنى هو يضع السعر ينسجم بعض السوق الاسود اليه والبعض لا ينسجم اليه، اما هو ليس سعر الصرف الحقيقي في سوريا. كيف يمكن ان اقول مثلا بالامس انه ارتفع بمقدار 30 ليره مثلا سعر صرف الدولار ولم تجري صفقه تجاريه في سوريا على الاطلاق بالامس امبارح مثلا ولم تجري اي عمليه تحويل لعملات اجنبيه، اذا هذا الامر. اما الشق الثاني فانا الخطه التي كانت السنه الماضيه تستهدف نهوض صناعي معين لم تنجح بالمية بالمية ولكنها بذات الوقت لم تخفف بدليل لأن مدينة الشيخ نجار والتي كان فيها أكثر من حوالي 10,000 منشأة صناعية العام الماضي وحده تم استعادة 2700 منشأة صناعية. وضحت، أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي شادي أحمد من دمشق كنت معنا وعذرا لضيق الوقت، شكرا لك. إذن جولتنا في السوق متواصلة معكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها. صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي في ظل استمرار الحرب التجارية. أهلا بكم من جديد. رفضت بورصة لندن عرض استحواذ من بورصة هونغ كونغ بقيمة 39 مليار دولار واختارت التمسك بالشراء المزمع لمجموعة ريفنتيف للبيانات والتحليلات. قدمت شركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة عرضها المفاجئ يوم الأربعاء وتلقى العرض استقبالا فاترا من المساهمين حتى الآن، على الرغم من أن محللين يتوقعون أن تعود البورصة الآسيوية بعرض محسن
وقد تتجه إلى استحواذ عدائي، مما يعني أن تتوجه مباشرة بالعرض للمساهمين في بورصة لندن. كشف صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 8% في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة. وأشار الصندوق إلى أن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على حركية الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008. لمزيد من المناقشة وتحليل ينضم إلينا من عمان المحلل الاقتصادي مازن أرشيد. مرحبا بك معنا سيد مازن عبر شاشة الغد. ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مؤسسات مالية دولية للتحذير من تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي. مع هذا التحذير، هل أصبح التراجع والركود أمرا محتوما للاقتصاد العالمي؟ يعني بطبيعة الحال مثل ما ذكرت في سؤالك، يعني لاحظنا الآن بدأت المؤسسات المالية خصوصا بدءا من مؤسسة النقد الدولي، من المتوقع أيضا مؤسسات أخرى قد يعني تلحق هذا الخبر وتبدي يعني تخوفها من وجود أو حدوث تراجع فعلي على النمو في الاقتصاد العالمي. لكن يبدو أن هناك كانت تأخير في هذا الإعلان، لكن عندما سمعنا خبر من خصوصا من مؤسسة مثل مؤسسة النقد الدولي تتحدث ب يعني 8% ليست نسبة يعني هينة بطبيعة الحال، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ونمو الاقتصاد العالمي بشكل واسع، وبالتالي هناك بالفعل تخوفات. لا تبدو أسواق المال العالمية سواء الأسهم في الولايات المتحدة ولا حتى في أوروبا والصين تأخذ يعني هذا على بيحمل الجد. لاحظنا هنالك تحسن في أسواق الأسهم، هنالك تحسن أيضا على أسعار الذهب بما أنه أيضا ملاذ استثماري آمن، لكن بالفعل هنالك تخوف. كلما طالت مدة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا كلما كان هنالك تخوف أكبر بأن تقوم مؤسسات مالية دولية بزيادة هذا التراجع بدل من 8% قد تصل إلى 1% مثلا. إذن التحدي هو مدة هذه الحرب التجارية والفعل ورد الفعل من طرفين الصين والأمريكي، وهذا يجعل أسواق الأسهم وأسواق النفط وأسواق الذهب وغيرها يعني تشهد المزيد من الاضطرابات على الشكل اللي شاهدناه خلال الأسابيع الماضية القليلة. بالنظر إلى مدة التوترات كما تفضلتم واستمرارها حتى الآن، كيف تتوقع حجم الخسائر، قائمة الخسائر المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني؟ يعني قبل قليل كان هنالك مؤشر يعني في سواء كان بين أمريكا والاتحاد الأوروبي مثلا، رغم ما فرضته الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي من رسوم وضرائب وجمرك، لاحظنا هنالك تفاقم في العجز بين الاتحاد، هنالك فائض من الجانب الأوروبي، فما بالك فيما يتعلق بالصين. زيادة الضرائب والتعرفة الجمركية لا يعني بأن فجوة العجز في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين بأنه سوف تتقلص من الجانب الأمريكي، وذكرت لك مثال بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الصين لديها الكثير من الأدوات من أجل اللعب بشكل هادئ وتخفيف المخاطر الاقتصادية على السوق الصيني. لاحظنا تراجع اليوان الصيني، وهنالك من يقول بأنه هو تراجع نتيجة هذه الحرب التجارية، وهنالك من يعني يؤكد بأنه الصين الحكومة الصينية هي من قامت بتخفيض اليوان الصيني من أجل يعني تحقيق التوازن بين رفع الرسوم الجمركية من جهة وتخفيض العملة الصينية من أجل دفع المزيد من القوة لصادراتها بطبيعة الحال. هنالك نعم. أدوات لا يمكن يعني التحدث عنها بشكل كبير، ولكن تبقى الأزمة، مدة هذه الأزمة كلما طالت كلما كانت تأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي أكثر حدة بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي مازن أرشيد، كنت معنا عبر شاشة الغد من عمان، شكرا لك.
قال وزير المالية الفرنسي بلونو رومية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية والتي تخضع في الوقت الراهن لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني. وكرر لومير معارضته لتطوير عملة الليبرا المشفرة التابعة لفيسبوك، كما دعا إلى تأسيس عملة رقمية عامة أوروبية دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وافقت شركة جوجل الأمريكية على دفع قرابة 1 مليار يورو في إطار تسوية مع السلطات الفرنسية على خلفية قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضدها. كانت النيابة العامة الوطنية في فرنسا قد فتحت تحقيقا بحق الشركة عام 2015 بعد تلقيها شكوى من إدارة الشؤون المالية في منطقة إيل دو فرانس بشأن عدم تقديم جوجل للإقرار الضريبي في فترة 2011-2014. هنا تنتهي جولتنا في السوق لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من قناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها. السودان يتوصل لاتفاق بفتح المعابر بين الخرطوم وجوبا. خطة حكومية لإنعاش الاقتصاد الصناعي في سوريا قدرها 1 مليار ليرة. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم دوما في أمان الله، إلى اللقاء.